في عدد جديد من حصتكم الأسبوعية، حصة دير الخير على قناتكم الحياة الجزائرية. سلام ورحمة. الله سبحانه وتعالى لا يحملك ما لا طاقة لك به. يعني إذا حسيت أنه خارت قواك، انتهى الأمر، لا يوجد طاقة بعدها، لازم تعرف أنه نقول لك أبشر، لأنه الله سبحانه وتعالى أكيد راح يبشرك بخير وفرج قريب بإذن الله. أذكركم كيفاش يلزم تتصلوا بنا. العملية هي سهلة جدا، تبعتونا رسالة نصية SMS، يعني ميساج، على الرقم أسفل الشاشة 05 61 32 32 45. الرسالة تكون يعني باش تسهلوها عليا وتسهلوها عليكم أيضا، يكون فيها اسم الولاية ديالكم، الاسم واللقب تاعكم، الاحتياج ديالكم بالتفصيل، والرقم تاع الهاتف، باش هكا أنا ناخد كل يعني الرسائل النصية نحطها في القائمة تاعي ونمشي عليها بإذن الله، بوعد مني إن شاء الله. أيضا عندنا الصفحة الرسمية على الفيسبوك، صفحة دير الخير، وأيضا الإيميل. ننتظر رسائلكم بكثرة إن شاء الله، باش أنا نتصل بكم ونبعث لكم مراسلين في الولايات، أو أنا نجي لكم شخصيا إن تعذر الأمر بإذن الله. فقط صبر صبر صبر. غالبا يجب عليك أن تدرك أنك عظيم لثباتك بنفسك. القوة رغم كل هذا الابتزاز راح تحس بهذيك القوة. اليوم عندنا ضيف حصتنا، ضيف الشرف للحصة، هي جمعية خيرية، نقدر نقول أنها تمشي في طريق مؤسساتي. هذه الجمعية هي جمعية الإرشاد والإصلاح الجزائرية، المكلف بالإعلام حاضر معنا سيد محمد قاضي. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بكم، بارك الله فيكم على الدعوة وعلى الضيافة. شكرا لكم. الله يخليك وشكرا لتلبيتك النداء. الله يبارك فيكم. احنا 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 كما قلت هي جمعية خيرية، وإن شاء الله وين يكون كاين الخير، إلا وبما أنه احنا من الشعب الجزائري، وين يكون كاين الخير إن شاء الله نكونوا حاضرين معه إن شاء الله. الله يبارك. سيد محمد قاضي، أنا سؤالي دائما لما تجيني يعني ضيف جمعية معينة، سؤالي هو بما أنكم تلامسوا أنتم المحتاجين وتلتقيوا أيضا بالأشخاص اللي ساعدوا، هل هناك يعني ناخذ منها عبرة لشخص محتاج جدا وكان فاقد للأمل، يعني بعدها كان هناك الأمل أصبح معجزة والحمد لله، باش الناس يتفائلوا خير إن شاء الله. شكرا. أنا أجدد شكري لكم في قناة الحياة الجزائرية على هذه الاستضافة، إن شاء الله ما تكونش الأخيرة. احنا في جمعية الأرشاد والإصلاح الجزائرية الآن نحن نحتفل بالسنة 30 للانطلاقة، يعني من سنة 1989 إلى غاية هذه السنة 2019، 30 سنة، وجمعية الأرشاد والإصلاح تنشط وتزرع الأمل في 48 ولاية وحتى خارج الوطن. 30 سنة يعني من وإحنا اليوم من يعني في هذه الأيام تمر علينا ذكرى 25 لاستشهاد مؤسس هذه الجمعية، هذا الصرح الخيري الشهيد المؤسس الشيخ محمد بو سليماني، هذا اللي يسمى يعني اسمه، إحنا كل يعني كل واحد عنده اسم، هو اسمه أبو المساكين، يعني الاسم نتاعو في لما تروح تبحث عنه في جوجل ولا في مختلف يعني في الانترنت تلقى تكتب محمد بو سليماني يخرج لك بين قوسين ابو المساكين، ابو المساكين لانه اسس هذه الجمعيه وكان اب حقيقي للمساكين داخل الجزائر وفي البوسنه والهرسك وفي فلسطين وفي غيرها من الدول المحتاجه والشعوب المضطهده في العالم. كذلك جمعيه الارشاد والاصلاح اليوم في 30 سنه من عمرها، الحمد لله احنا الشعب هو اللي المواطن هو اللي يحكم علينا، مش احنا اللي نحكم على انفسنا. تقولي لي مروا علينا عده حالات، وخاصه لما تكون مؤسسات المجتمع المدني تلامس حقيقه المجتمع والجزائر العميقه. لما نقول لك احنا الان رانا في فصل الشتاء، عندنا حمله سميناها حمله شتاء دافئ، وشعارها لهذه السنه هو شعار دفيني. السنة الماضية كنا لمسنا تقريبا 23 ألف عائلة
محتاجة في الجزائر العميقة، مش نحكيه على المدن الكبرى، العاصمة وقسنطينة وعنابة وغيرها، فيها عمل خيري، فيه محتاجين في هذه الولايات، لكن لما ننزلوا الجزائر العميقة في أم البواقي، في تبسة، في ورقلة، في كذلك في بسكرة وغيرها من الولايات يعني الصحراوية وعلى الولايات الحدودية، هناك يعني عدة عائلات وصلنا لها، قلت لك وصلنا 23 ألف عائلة لمسناها فقط في حملة شتاء دافئ. نعطيك مثال، هذا دائما نحب نذكره أنا في وسائل الإعلام، في ولاية أم البواقي كانت يعني شبابنا في السنة الماضية كانوا مشاو في هذه القافلة، قافلة شتاء دافئ، ومشاو لبعض المداشر في عين الفكرون وفي عين ببوش وعين غيرها يعني في القرى في الولاية، كانوا يعني في هذه الحملة يعني تقديم مساعدات غذائية وتقديم مساعدات كذلك ألبسة وأفريشة وكذا وأغطية للعائلات الفقيرة والعائلات المحتاجة، فكانوا في طريقهم شافوا خيمة على طرف يعني بعيدة تقريبا على الطريق، فدخلوا لعندها، لما وصلوا لقوا عائلة فيها أب وأم وأولاد عايشين في خيمة، لا ماء، لا كهرباء، لا دفء، لا حتى حاجة، يعني وحالة مزرية جدا. يعني هذه العائلة هل تم مساعدتها؟ نعم، هذه العائلة قدموا لها المساعدة الآنية، هذيك الظرفية اللي كانت عبارة عن مساعدات يعني حاضرة في هذاك المكان، أفريشة وأغطية، ثم بعدها يعني تضافر وتكاتف الجهود بين الجمعيات الخيرية، مش جمعية الإرشاد والإصلاح فقط، الحمد لله، يعني ومع كذلك المحسنين، لأنه احنا نعرف أن الشعب الجزائري شعب محسن معطاء يعني بالفطرة، يعني هذا يثبت تلاحم الشعب الجزائري وتلاحم الجمعية أيضا، الجمعية تاعكم وكل الجمعيات اللي راهي تثبت أن هناك مساعدات من قبل الشعب ومن قبل الجمعيات، يعني بالمسؤولين وبالشعوب أيضا. نعم، ويعني حتى هذه القصة يعني كان دخل فيها حتى الوالي اللي أنا يعني نشكره، الوالي السابق تاع ولاية أم البواقي اللي يعني ساهموا وكذلك في تسهيل العملية تاع بناء هذه العائلة، الآن تسكن في بيت، بنينا لها بيت في أم البواقي هي عايشة فيه الآن، يسترها من لله. يسترها من دفء. نظن إنه القصة أكيد رايحة تثبت إنه كاين الشعب الجزائري اللي راح يساعد وراح يعطي أمل، اللي أنت من هذه القصة أعطيته لنا للعائلة تاع يوم نهار اليوم لازم نمروا لها إن شاء الله. قلة الوقت، الحالة لنهار اليوم سيد محمد قادر هي حالة يمكن أنت شفتها في الكواليس، لكن الإنسان اللي رايح يشوفها اليوم كل شخص راح يشوفها. أنا للأسف الشديد لازم نقول لكم أبعدوا أبناءكم عن الشاشة، لأنه هناك مشاهد تصعب على القلوب الضعيفة أنها تشوفها، لكن نقول الحمد لله، الحمد لله، ودائما الحمد لله. الحالة جابها لنا مراسلنا من تبسة، من ولاية تبسة، رشيد بوزقارة، نشوفوا التقرير ونرجعوا باش نتكلموا على هذه الحالة. خمس أعوام جحاف للطاهر مباركية صاحب 23 سنة، بعد أن أصابه مرض السرطان من ورم في الرأس إلى أورام تنقلت في جمجمته ونهشتها. عذراً لصعوبة المشهد، ولكنها حقيقة يعيشها الشاب المقبل على العمر، ويقابلها الوالد المكتوف الأيدي. عندي تيمار في رأسي كان يعبر في الجلد، بعد خلية داخل المخ تاعي، شقيت عليه قيب 10 مرات، عندي 5 سنين أنا نعاني منه، كان لي حبة لهنا صغار، من الحبة هذيك تنطر لي لهنا وزد منها راس رجع لي لهنا، أنا ما داروا لي والو، هذا ما تقول لي حتى حد، هذاك ما حبش نحالي، ما حبش نحالي، ما حبش نحالي. يتيم الأم، وحيد الأب، عمود الأسرة الذي ليس بيده حيلة سوى مشاهدة معاناة ابنه
والبكاء راجيا المولى مستغيثا بأهل الخير، فجيبه لا يكفي لإنقاذ الطاهر. العلاج موجود خارج مساحة الجزائر، لا قدرة له على المتابعة الطبية، والمستشفيات بعيدة والجيب فاضي. كم فضل رب العالمين راهو ما راهو دهشر وما بقاش ليه راهو غلب كاش ما تفكوه توا راهو غلب خلاص راهو ولت تجري بالدم رب العالمين كاش ما تاتت راني ما عنديش راني ما كانش راني ندي فيه 18% هذا ما كان هذا ما ثم راه شغل الحكم المرض هذا شغل من كان صغير شغل خرجت له واحد التيماء راك في راسه صغير راسلنا شغل كيما رحنا شغل رحنا منا لتونس شغل تونس شافوه قالوا له باللي شغل لازم الكدواء كي عاود رجع هنا عطوه دار واحد الاشعه تاع اليرام هذيك كان كنا حنا شغل كوتيزولو باش نشرو لخيوته كيما هكا ولا كش ما يعطوه الاخوه المحسنين من برا حنا نجدو كل من يشوف فينا كيما هكا يعاونوا راه راسو راه مسكين راه يبات في الليل الدم يجري له يبات السطر يبات ما يرقدش. الشافي العافي الله والذي كان السبب في مد يد العون يلقى خيراتها وأرزاقها ومباركاتها في الدنيا والآخرة رحمة بالعباد. ثم يهبك الله قوة ستنسيك جميع أحزانك. طاهر مباركية حاضر معنا اليوم، يعني رغم المرض رغم التعب رغم وعكة صحية أتته، يعني قبل أيام لما أنا كنت نشوف التقرير اللي جابهن المراسل طاهر مباركية كان يتألم جدا جدا. صاحب 23 سنة طول العمر إن شاء الله حاضر معنا اليوم، أهلا وسهلا بك طاهر. إن شاء الله خدمك. وش رأيك اليوم؟ لاباس الحمد لله. الحمد لله يا رب. طاهر أنا ماذا بيا نتكلم على أول شيء الوعكة الصحية اللي تعرضت لها قبل أيام قبل ما تجي اليوم للبلاتو ورحت لها لتونس. هي رحت لها لتونس ثم قال لي ما تذوق كان راسي وجعني ضر نجوز الدم حابس علي خلاص. زقطت كبار انا بعثت لهنا واحد ما رجعني واحد نهضر الواحد يقول لك نقدر نديرها واحد يقول لك لا ولت خرجت رحت رجعت الطبيبه تاعي دي تاعو وزقت لي عاد الدواء ذاك ما لقيتش لهنا وما حكينا حتى كي تلقى من الدشول ولت رجعت لها ليه قلت لازم دواء تاكل وذا وتهضرت معها وريت لها تدير ريم هذاك تاعي وزت بعثتني عند الطبيب واحد بيفهم في السلام فهم رحت لهم شافني قال لي لهم نوبيري لك عادي قال لي نحيك البلاصه هذيك خلاص نحيك كما نقولوا ذيك كلنا حا يبدلها خلاص بالعظم تاعها نظف هذه وقال لي باع ان شاء الله زد ويقفل لها يرقلها مع التجميل تاعها وبعد لازم كم معها الدواء هذاك. احكي لي على المعاناه تاع المرض هذا خمس سنين درك نوبيري في العام نوبيري 3-4 مره وهذيك الحبه يعني هذاك الورم كانت صغيره كانت برا عجل ما كانتش ريمه قعدت نحي فيها الذركة ولت دخلت لي الداخل ولت تحفر يعني راهي تدخل للداخل اي حفر الذرك العظم حفراته الانذار اللي مدهولك الاطباء انه اذا لحقت للمخ تلحق المخ صاي ذرك ماشي تتحرك طابتك كيما نقول ماشي حتى تشوفها ماشي تشوف مش معاش قد تمشي يعني هي حاله مستعجله لازم دير العمليه الجراحيه لازم كيما نقولوا ندير العمليه باش ما تهبطش لي تحت المخ درك كيف العظم هبطت لي تحت كيما نقول قاعد تضل لهنا كيما نقولوا مازال كاين واحد الغشاء اخر بعد تحت العظم هذاك باش تهبط هيك وزد السطر كرهني الدم راك تشوفي بعينك الدم باه برك تفلقت لي فلكه يا الله يعني انت جاي من بالصائل الجزائر ان شاء الله يا رب خيرك تشوف الحاله تاع محمد ربي معك ان شاء الله ان شاء الله يعني هذا الحمد لله
يعني مع هذا المرض اللي راهو، مع هذا الابتلاء اللي ابتلاه الله عز وجل، اللي شفناه وكنا تكلمنا في الكواليس، وكان قال انه محافظ على الصلاه الحمد لله، والانسان او الوالد تاعو معاه. فاحنا وش نقولوا يعني، الحاله امام امامنا جميعا. يعني الحاله هي تحكي على نفسها. يعني الروبورتاج هذا حقيقه اللي ما اثرش في هذا الروبورتاج غير يعاود الصله تاعو مع الله عز وجل، لانه حقيقه شاب في عمره 23 سنه، الحياه ما زالت امامه، هذا ابتلاء من الله عز وجل. الانسان لازم هو في انت ان شاء الله انت عليك انه الصبر ان شاء الله لازم، والحمد لانه اي حاجه مثل هذه الانسان لازم فيها علاجين، كاين العلاج نتاعك انت الروحي نفس تاعك الروحي تاعك، والعلاج الخارجي هذاك اللي هو فقط يعني سبه فقط. الحمد لله العلاج الحقيقي هو اللي بينك وبين الله عز وجل. نفس تاعي نورمال، الله يعيش حياتي لما كنت تكلمت لنا ايضا في الكواليس انه محافظ على الصلاه ومتالم انه لما يسجد ما يقدرش. يسجد ما نقدرش، يضرني راسي، يضرني هنا راسي هنا. ومتالم لهذا الامر انه ما يقدرش يسجد. مستر مستر خرج لي لهنا، خرجوا لي زوز لهنا في وذني لهنا. ونسيس هذاك. لازم لي الدواء درك من راسي زود يهبط لي درك تحت. يعني الحالة اليوم تاع الطاهر محتاجة إلى عملية مستعجلة وإلى أدوية أيضا مستعجلة، يعني أمر مستعجل جدا من أجل إنقاذ الطاهر إن شاء الله. مازال شاب مقبل على الحياة، عنده أمل، مازال يحمد الله سبحانه وتعالى، متقبل الأمر المرض الحمد لله. يعني ما نصيبوهاش بزاف اليوم أنه أشخاص يتخلوا على إيمانهم فقط لما يتوجعوا. ماذا بيا أنه نذكر برقم الهاتف تاعك باش الناس اللي عندهم قلوب رحيمة، وأكيد الشعب الجزائري عنده قلب رحيم. الرقم هو 06-55-22-67-88. أعيد الرقم 06-55-22-67-88. إن شاء الله يا ربي يساعدوك طاهر. طاهر ماذا بيا أنه تعطي ندائك للشعب الجزائري عبر الكاميرا. أنا نطلب من إخواننا محسنين يعاونوني ندير العملية تاعي. العملية تاعي مستعجلة خيوتي، لازم نحاولك باش نبدا في العلاج تاعي. راني رحت لتونس قالوا لي العملية تاعك 10 ملايين وعندي دواء ب 60 مليون. 10 ملايين تونسية تونسي. نعم، هي هي تقابل 60 مليون دينار جزائري. يعني باش المشاهد يعرف انه الدواء نكمل الدواء ونرجع عندي انا واحد الطبيبه نرجع نداوي عندها انا في تبسة ان شاء الله يا رب. يا ان شاء الله اللهم امين. ندعي ندائك ايضا. احنا واش نقول، احنا يعني 60 مليون العمليه و60 مليون العلاج، يعني 120 مليون، يعني مليون و200 الف دينار الجزائر، يعني 120 مليون. انا اعتقد انه ناس لم يشوفوا فيها، خاصه اهل تبسه، اهل تبسه المعطاء، اهل تبسه تاع الخير، تبسه الجهاد، تبسه الحقيقيه اللي نعرفوها ونعرفوا ناسها انهم ناس الكرم والجود. احنا انا لا اعتقد انه راح يساعدوه الناس ولايات 47 ولايه واهل تبسه مخلين اخوهم هكذا. انا ان شاء الله أنا ندائي لأهل تبسة خصوصا التجار، الناس تاع الخير، الناس اللي عندهم، أنا ما نقولش أنه اللي عنده قلب، أنه نعرف أنه الشعب الجزائري معطاء، الشعب الجزائري معطاء بالفطرة. احنا كي زدنا لما ولدنا ولد معنا الخير إن شاء الله، فالخير إن شاء الله ما ينقطعش. وندائي كما قلت لك نقولوا الناس تبسة يعني خصوصا، والشعب الجزائري عموما، هذا خونا، نعاودوا نرجعوا له الابتسامه تاعو، نعاودوا نرجعوا له ان شاء الله بتظافرنا كامل، احنا كمؤسسات مجتمع مدني وكذلك كمحسنين وكاهل خير، ان شاء الله نرجعوا لخونا مباركيه الابتسامه ونرجعوا له الامل، لانه راهو 23 سنه وراهي ماده خام. هذا الشاب له امامكم هو ماده خام لخدمة الوطن، لخدمة أهل تبسة خصوصا والجزائر عموما. وإحنا ممكن هذه الحصة اللي رانا فيها الآن هي حلقة. قولي كيفاش حلقة؟ حلقة يعني الخير في حلقات،
متراكبه هكذا كيما السنسله، فاليد في اليد، وهذه الحصه واسمها هذه الخير، فالخير اللي يندارها في الحصه هذه يمشي ان شاء الله يمشي العموم الجزائريين. اخونا ان شاء الله ربي يشافيه. كما الحال الاخت هي عباره عن حلقه من حلقات هذه، انه راهي توصل تكون واسطه بين المحسن وبين المحتاج. كذلك خوتنا اللي راهم يشوفوا فينا ان شاء الله يكونوا حلقه خير في شفاء خونا مباركية ان شاء الله، وربي يشفيه ان شاء الله. ان شاء الله. انا ايضا اضم صوتي الى صوت محمد قاضي، ولكن انا ما رانيش رايحه نتوجه الى ناس تبسه فقط، راح نتوجه ل 48 ولايه، الجزائر كلها بصغيرها وكبيرها، نسائها ورجالها كلهم، يعني حتى عزابها وعمود أسرة ولا ربة منزل، كلهم أكيد يقدروا يساعدوا. تكلمت معاه وقال لي أنه اللي ما قدرش يساعدني يدعي لي ولو الكلمة الطيبة. يعني كلنا الدعاء مغير للأقدار، يعني ما تشككوش في الدعاء، إذا ما قدرتوش تحطوا يدكم في جيبكم، حطوا يدكم ورفدوه لله سبحانه وتعالى من أجل مساعدة الطاهر. أنا أقول لكم أنه مرت معنا حالة أنتم ما شفتوها، كانت حالة يعقوب الطفل الصغير تاع 12 سنة، كان يحتاج إلى 200 مليون جمعها في ظل أسبوع وسافر إلى تركيا، راح تشوفوا هذيك الحالة. لذلك نقول لكم أنه لما تشوفوا تقولوا 120 مليون مليون ولا لا، والله العلي العظيم لو كلنا يد بيد كما تفضلت وقلت، والله راح نساعدوا طاهر مباركية ونساعدوا كل محتاج. أكيد الشعب الجزائري كل ما نشوفه كيفاش يتضامن مع إخوته اللي راهم يمروا معنا ولا اللي راهم برا، يكون عندي أمل وتفاؤل وتشوفوا ابتسامتي رغم هذا المشاق والمصاعب ان شاء الله. علاه كان ندائي لاهل تبسه؟ لانه احنا نعرفوا ناس تبسه بلي ناس خير. أكيد. وناس تبسه يعني احنا يعني خلينا نقول لك انه اخواننا في تبسه يعني الخير اللي راهم يديروا فيه في داخل تبسه، في بلعاتر وفي تبسه وفي مختلف المداشر والقرى والبلديات. لذلك انا وجهت نداء المحسنين تاع تبسه، وحتى خيرهم يعني وصل حتى لاخواننا في فلسطين واخواننا في الصومال واخواننا في الصحراء الغربيه، ومؤخرا كانوا من الناس اللي هبوا نجدة اخواننا في تشاد. الحمد لله. وكان الاستاذ المكي قسوم كان هذا نائب رئيس الجمعيه من بن العاتر، كان نزل الى يعني كان سافر الى تشاد، وكانت هناك يعني خير كبير، يعني كانت هناك ابار، حفر ابار وعده مشاريع خيريه هناك. فلذلك انا ادعو مره اخرى اخواننا تبسه الى انهم هم فقط يقدروا يعني يساعدوا اخونا ويردوا له ان شاء الله الابتسامه. ان شاء الله. دقائق معدوده من اجل انه نختموا الحلقه الاولى ونمروا الى الحاله الأولى. عفوا، أنا مدبية طاهر، تقول لي حلمك طموحك بعد العلاج والشفاء، لأنه أكيد بإذن الله الله هو الشافي وأنت ستشفى بإذن الله إن شاء الله. أنا ما صبح أبغى نرتاح، حم نرتاحش حياتي زي الناس نخدم، هذا هو كما نقول حلمتي، حاب نرتاح كما نقول 5 سنين ورا بعضها، ما تحرك ما تحرك حتى البلاصة، أنا نخدم نوال وغير قاعد على المر صلاة دار فريان، تطهر نفسك إن شاء الله. إن شاء الله. وتكون خاتمة أحزانك وأتعابك بإذن الله إن شاء الله. يا رب فرح يعقوب وأيضا فرج يونس وصبر أيوب إن شاء الله لك بإذن الله إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. بالنسبة نعود نكرر احتياج تاع طاهر مباركية، الاحتياج تاعو هو عملية جراحية مستعجلة، وبعد العملية هناك دواء يجب يعني انه يكمل هذا الدواء تاعو ان شاء الله. القيمة الكلية يعني مع العملية والدواء 120 مليون دينار سنتيم جزائري، وهي 10 ملايين تونسي دينار تونسي، 20 مليون 20 مليون كل شيء 20 مليون تونسي. ان شاء الله نساعدوه، وكلنا ثقه فيكم يا شعب الجزائر في داخل الجزائر
وخارجها. الحالة الثانية إن شاء الله سوف نراها بعد الفاصل. ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وين راهو حبل الوريد؟ حبل الوريد هنا موجود. يعني الله سبحانه وتعالى يسمع شكوانا دون صوت حتى. هو يعلم ما في قلوبنا جميعا، فلنتفائل ونحسن الظن بالله. الحالة الثانية لنهار اليوم هي حالة أوكير إسكندر عبد الرزاق. هذا الطفل الصغير صاحب الأربع سنوات جانا من ولاية قسنطينة، زاره مراسلنا في ولاية قسنطينة مراسل الحياة الجزائرية آدم بن فغال باش يجيب لنا تغطية وتقرير لحالة إسكندر عبد الرزاق. نشوفوها ثم نرجع للحالة. الصغير إسكندر عبد الرزاق صاحب الأربع سنوات، شلل دماغي وحركي بسبب حمى أصابته، ولم يتم إسعاف حالته المرضية بالتكفل العاجل في المشفى. انا عندي هذا الطفيل شغل واسبته السخانه، كي كان في عمره 3 شهور ودات له الفصده، من ورا الفصده طلعت له السخانه وعاد تجيه الكريز. كي جاه الكريز شغل عدو عينيه يروحوا يبيضوا يتعوج يبصروا يعود يقدر يتنفس، وكي سمعنا كانت السكريه في الجلفه كي جات هذه الحاله. ولتما الطبه ما فهموش المرض تاعو، ما كيما سما شغل كيما فهمولوش كلمة ندي شغل الطبيب ولي واقيلا شغل عندو لي غاز ولا ما فهموش المرض تاعو. وبقيت هكا 3 شهور وانا نسوفلي معاه تما في الجلفة، كل مرة وانا نجري بيه سما شغل تجيه ضيق التنفس عاد ما يقدرش يتنفس. وكي يدي الطبا سما كيما شغل ما فهموش الحالة تاعو، قالو لي واقيلا عندو ميكروب ولا كش حاجة، ديرو له سما تعيرات وجيبيه لنا. كي دات له تعيرات ظهر بلا ميكروب لا والو، هما شغل ما فهمولوش. معاناة الصغير ذو الجسم الهزيل مؤلمة موجعة، يتألم بغصة الآهات فقط في زاوية من بيتهم ينام، والأم وحدها تدرك مدى الوجع الذي يتخبط في داخلها. جبتو قسنطينة ديتو للسبيطار تاع الخروج، تما كي اخي هز كاينه واحد الطبيبه روسيه قلبتو، كي شافتو قالت لي البنت المشكل تاع ابنك ماشي في تما في حشك في كرشو ولا حاجه، راه المشكل في راسو. هي طلبت لي راديو تاع التخطيط، راح سدت له تما راديو. كي شافتو الطبيبه عيطت الطبيبه قالت لي ابنك راه في حاله ولازمك تما تدخليه السبيطار وما تخرجيش حتى تما شغل يديروا له الدواء. وبقى 15 يوم تما في السبيطار تالخرو، ومن بعد طلبوا لي هذا الدواء، طلبوا لي الدواء هذا، قالت لي لازم حد دبريه له منين يكون، خاطر هو ما كانش في الجزائر، قالت لي ما كانش في الجزائر وكان غير في فرنسا، لازم تدي المحل تجيبيه لبنك وما يشربش الدواء راه سما يزيد عليه الحال وقادر كاش ما يصرالو. كي تجي الكريز يقعد يعض في يديه، يقعد يعيط، يقعد ما يرقدش الليل، هو ما يرقدش الليل كامل ويبات يعيط للصباح، شغل يجي السطر قال في راسو. هي وطلب لي الطبيب قالت لي شغل الطبيب يقول لي لازمك تشربي له الدواء، مشغل لازم تشربي له شكارة في الليل وشكارة في النهار، والدواء شغل ما يحكمش، ولازم ناكل شهر باط، والباط كي عاد سما شغل الدواء غالي حتى ما قدرناش كيفاش نديرو له، مع انه يعاونوا الناس خير كتقيه من الجلفة عاونوا قسنطينة، هكاك ما يكفي شغل لازم كل شهر باط كل شهر باط، والله ما قدرناش كيفاش نديرو له. الصغير أتاه أمل روسي في طبيبة تخبرهم أن إسكندر يحتاج لأدوية معينة، وتلك الأدوية غير موجودة بالجزائر. جيب الأهل قليل جدا من أجل علاج باهظ كثيرا، من الأشعة للمراجعات والمراقبة الشهرية إلى الأدوية التي لا يجب أن يتوقف عنها. يتخبط جيب الفقير مناجين يد الحسن والإحسان، التكفل بعلاج إسكندر عبد الرزاق.
الحمى أضرت بجسم هزيل جدا، جسم الصغير عبد الرزاق اسكندر. صعب جدا أن تشوف الأهل يشوفوا معاناة الإبن تاعهم وما يعرفوش يشخصوا المرض تاعه وما يعرفوش حتى يلاقيوا له علاج، وبعدها يجي أمل. أمل العلاج كاين، لكن ثقل الجيب أيضا كاين. هناك مشاكل عويصة وكثيرة تصيب الإنسان، لكن إن شاء الله سوف نساعد هذه العائلة اليوم لإنقاذ الصغير اسكندر. عائلة أوكير اسكندر معنا اليوم حاضرة، الأم والأب، أهلا وسهلا بكم. مرحبا بك. السلام عليكم. مرحبا بك سيدتي الكريمة، ماذا بي أن تحكي لي على المعاناة تاع اسكندر، معاناته المرضية. أنت تكلمتي قلتي أنه عنده شلل. شلل إيه، هو ما يهضر ما يمشي، يضل غير يعيط في الليل وفي النهار، وما يمشيش، ما يستعمل لا يديه لا رجليه لا حتى حاجة، ما من الماكلة حتى يقعد حياك. لازم لي نرحيلو كلش، لازم لي نرحيلو الماكلة باش ياكل، وما في الليل ما يرقدش، يبات يعيط للصباح، يجي هو يجي يسطر شغل، يجي يسطر في راسه ويعود ما يقدرش يرقد. والله ابن باتو معاه سهرين للصباح، ناي الله يومين ما نرقدش. يا الله، انا ماذا بيا انه توريو الكاميرا تتوجه الى الطفل الصغير اللي راهو يتبسم رغم آلامه رغم تعبه، مازال متبسم. نشوفوا ابتسامته البريئة، الله يدوم الابتسامة والراحة إن شاء الله، إن شاء الله الشفاء العاجل له. الأطباء اليوم شو راهم يقولوا في حالة اسكندر؟ هو الطبيب شغل، هو باش نتبع الطبيب ما نكذبش عليك لازم مصروف، والطبيب شغل يطلب لي الدواء من فرنسا، وهذا الدواء غالي شغل ب 1200، ولازم له كل شهر باط، وكل شهر ولازم له مره على مره تحاليل وراديوات، وراديو غير 1.5 مليون. وانا ما كذبش عليك ما قدرتش بنكمل مع الطبيب تاعو، والله ما قدرت، عجزت شغل الظروف ما سمحتش باش نكمل مع الطبيب تاعو. ماذا بيا انه السيد نبيل نتكلموا على هذه الحاله ايضا، انه لانه المشاهد رايح يتساءل ويقول انا ذكرت وقلت انه الجيب ثقيل للاسف الشديد. العمل تاع السيد نبيل ما يقدرش انه يتكفل بحاله. ما نقدرش باسكو انا انسان كاري دار، ما نقدرش نقوم بحاجتي هناك. وبالنسبه ايضا لحالتك المرضيه ماذا بيا انه تذكرها ايضا؟ هذه انا عندي عمليه تاع القلب نتاعي، انا راني يعني يعني دار هو عمليه على القلب، هو بعد يمشي بالدواء تاع القلب ستقيني، لازم له هو ثاني طول عمره بالدواء، هو اسمه الحمد لله الدواء تاعو كاين في الجزائر. بصح الله رانا نعانيو صدقيني، الله رانا نعاونيو ونعانيو بزاف مع اسكندر. وشغل باش نتبع له الطبيب تاعو لازمك دراهم، لازم له سبور، الطبيب طلب لي سبور. هذا فقد الذاكره خلاص ما يعرفش حتى واحد على بالك. يا الله. توقفي قدامه ديروا له هذا ما يخزركش. ما والو. ما على بالوش بالعبد اللي قدامه. صدقيني لازم له متابعه، لازم له كل شهر راديو تقليبه، انت راديو تقليبه 600,000 كل شهر. ولازم له الطبيب طلب لي سبور ثاني، اللي لازم كيدير سبور. والدواء ثاني لازم له كل شهر، صدقيني مره على مره يعود الدواء راح يخلص لاسكندر، نعود انا ننقص له في الدواء غالب، نعود نخاف من كاش ما يصير يزيد يرجع له كيما كان، يعود يحبس له النفس. صدقيني قبل ما يشرب الدواء كان يسوفي يكسر اسكندر، كان يحبس له النفس. صدقي وصل حتى راح يعوار، ندير له يديه كافيين وما والو ما ينتبهش. وليت الزيت وانا القسنطينه على جال الراجل ما دام فهموش في الجلفه، بالك في القسنطينه يفهموا الحاله تاعو. في الجلفه هنا. نعم يعني إيه الحمد لله في القسنطينه في الجلفه العزوجه يثم مع الذراري. يعني هي على جالو راه القسنطينه. هي على جالو. صدقيني على جالو ما نقدرش نتبع له الطبيب تاعو في القسنطينه ونروح للجلفه كل مره نروح ونجي كل شهر. تسمى هو لازم له كل شهر نتبعه مع الطبيب تاعو، هي لازم متابعه. السيد محمد قاضي راك تشوف الحاله تاع العائلة، حتى أنه ما حبش يذكر أنه على العمل تاعه ولا على مشكل القلب تاعه ولا على أي مشكل، هو يتكلم فقط على الإبن تاعه. لو كان إحنا ما بوسيناش أنه يتكلم ما كانش راح يتكلم. ربي معك إن شاء الله خويا نبيل. باسكو ما تكلمش هذه المضرورة مش أنا، غالبا كي عايشة معاك أكثر مني.
الام. ايه انا كي نقلق منه نروح للشومبر اللي من هي تقعد بالك نهار كامل الليل كامل وهي قاعده معاه. لازم يكون ما نهزوش انا وشكون حيهزو؟ الكبده بالاغلب. لازمني نهزو بين يدي نغسلو، لازمني ناكلو الماك، لازم مسعود مرحيه ما يقدرش حتى ما يمضغ، ما يقدرش اسكندر صدقني والله ما يقدرش والله غالب. راه يعاني صدقيني، هو يتعذب حنا راه نتعذبوا معاه. يا الله الله سيد محمد. الله احنا انا نقول لك ان شاء الله الدموع اللي انا نشوف فيها الان في اعين هذه العائله ان شاء الله ما تروحش، ان شاء الله اخواننا واخواتنا في 48 ولايه يكونوا ان شاء الله يقفوا يد واحده مع اخونا ومع اختنا، اللي نقولوا لها باللي دائما كي تكوني مع اسكندر مع وليدنا اسكندر ان شاء الله دائما حطي امامك النبي ايوب الصبر. الصبر يعني الصبر، شكون من الانبياء اللي صبر كما سيدنا ايوب، كان بماله بجاهه يعني بعائلته وكذا، فابتلي ابتلاء في اهله في ماله في صحته، يعني الحاجه الاخرى كامل ابتلي فيها، يعني في صحه في الصحه نتاعو في الجهد نتاعو كما نقولوا حنايا، لكن مع هذاك الصبر حمد الله عز وجل، وكان صلته بالله عز وجل دائما ما لم يقطع هذا الحبل بين الانسان وبين الخالق تاعو، فجاءه الفرج بعد حين يعني بعد فتره. كذلك انتم ان شاء الله ربي الفرج يجيكم يجيكم ان شاء الله من يعني من الناس القراب ليكم، يعني كي نقول لك الناس القراب ليكم مش يعني العائله فقط وانما خوتكم الجزائريين في 48 ولايه، في الجلفة في قسنطينة في الجزائر في تمر راست في مختلف ولايات الوطن، إن شاء الله لهم يشوفوا في الحالة هذه. أنا نقول لهم أنا أقول دموع هذه العائلة إن شاء الله ما تروح السودان، وإحنا دموع الرجال ودموع النساء إن شاء الله يكونوا إن شاء هما 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 غاليين دموعكم علينا، ربي إن شاء الله يوفقنا ويوفق الجميع إن شاء الله باش يعاونوكم. حنا نقول لكم هنا أمام في هذه الحصة أنه حنا عندنا في جمعية الإرشاد والإصلاح الجزائري عندنا مكتب في ولاية قسنطينة، وعندنا هذا مكتب ولائي، وعندنا مكاتب بلدية في مختلف البلديات، وحتى في البلدية اللي ساكنين فيها حمى بوزيان، حنا ندعوكم أنه تقربوا من مكتبنا في حمى بوزيان، إن شاء الله راح يعاونوكم، ما نقولكش ياخذوكم بريزون شارج توتال، وانما راح يساعدوكم ويعاونوكم بقدر المستطاع. يعني خاصه لما تشوف عائله جايه من جلفة جايه لولايه اخرى خلات بيتها خلات يعني تشتت العائله، زوج دراري في الجلفة مع جدتهم وهما في مكان يعني في قسنطينه، والاب كما راكم تشوفوا مريض يعني ويخدم عمل يعني يعمل عمل ماشي زعما يعني ما قال لي شحال يخلص، فمع الدواء تاعو يعني عنده تقريبا 17000 دينار جزائري اللي هي 1,700,000. حتى الشخص اللي يكون عنده جيب متوسط مش نقولوا فقير ما يقدرش يلحق الحاله هذه مع الكرا مع المرض تاعو مع ايضا الطفل الصغير اسكندر واربع اطفال. عندي ربع ولاد ثلاثه والرابعه هذا الرابع ثلاثه والرابعه لازم له راديوات، كل مره يطلب لي طبيب راديوات غير 1.5 مليون صدقيني. ان شاء الله احنا رانا نشوفوا ديجا امل في جمعيه الارشاد والاصلاح، وان شاء الله هناك امل اخر في احنا نقول لكم ان شاء الله يا ربي هذه الابتسامه ان شاء الله نشوفوها. شو هذه الابتسامه ان شاء الله ان شاء الله كما احنا دخلنا لك ولو بسمه صغيره ان شاء الله المواطنين والشعب الجزائري كامل، وانا كذلك كما وجهنا مقبله النداء لاهل تبسن نوجه نداء لاهل قسنطينه اهل العلم اهل التراث ايضا جلفة واهل الجلفة جلفة عاونوني صح الدواء من 6 شهور بارك الله فيك. درت 6 شهور هو يشرب الدواء هذا، تخيلي انت ملي شهر حتى 4 سنين هو يشرب في هذا الدواء، وهذا الدواء ان شاء الله مادا بيا انا في الكاميرا تقولي النداء ديالك للمواطنين الجزائريين المسؤولين وحتى الشعب الجزائري داخل وخارج الوطن باش يساعدوا اسكندر الاحتياج ديالك. ناس تقيني ماذا بيا يعاونوني باش نعالج اسكندر باش نتبعو عند الطبيب تاعو، على الاقل يعود اسكندر يرقد صدقيني والله ما يرقد اسكندر ما يرقد شي باتي يعيط للصباح والله راه يعاني اسكندر بزاف. ماذا بيا يعاونوني باش نديرو راديوات، الله انا دوكا عندي 6 شهور ما رحتش للطبيب غير على جال راديو، طلبوا لي ليالام وزاد طلب لي دواء مع الدواء هذاك بعد من فرنسا، شغل هو الدواء تاعو غير من فرنسا، هو الدواء الاول يدير 1200 وزيد هذا الدواء الثاني ما نكذبش عليك ما قدرتش والله ما قدرت، ولازم له متابعه كل شهر راديو تقليبه 600,000 وباش نهزو باك للطبيب لازم طوموبيل باش تديه ما نقدرش نديه في الكار تشوفي في الحاله تاعو،
الله غالب راه يعاني، وطلب لي الطبيب سبور اللي لازم كيديري له سبور، وانا ما نكذبش دخلت باش ندير له سبور، ومن بعد الطبيب طلب لي لازم زوج مرات في السمانه، ما قدرناش كيفاه نديرو، ندير له سبور ولا ندير له الراديوات ولا نجيب له الدواء. والله غالب الحاله ربي اللي يعلم بها، والله رانا كاريين والظروف اسمه شغل شهريه ما تكفيش، ما بين الكرا وعندنا اربع اولاد، بين المصروف تاع الاولاد والمصروف تاع الكرا الله غالب، والله ما نلحقوا باش نديروا باش نديروا المتابعه تاع الطبيب. والله المستعان ان شاء الله. انا نقول لكم نداء واحد فقط، اوقفوا الم اسكندر، أوقفوا ألمه. الرقم راح يظهر أسفل الشاشة من أجل الاتصال بالعائلة ومساعدته، 07-72-79-91-04. أعيد الرقم 07-72-79-91-04. ان شاء الله انا نعطيكم الرقم تاع العائله، علاش؟ لانه ماذا بيا انه انتوما شخصيا تتصلوا بهم، انتوما شخصيا يعني من اجل الثقه، من اجل تصديق الحاله، حتى انه تاخذوا العنوان ولا الكونت سي سي بي وتروحوا عندهم وتشوفوا حاله اسكندر، مع انه راكو تشوفوا فيها هنا، لكن تشوفوا حاله اسكندر، تحبوا تروحوا للمنزل تتنقلوا باش تعرفوا انه نقودكم ومساعداتكم راح تكون في امان، وتاكدوا انه المساعدات قبل ان تصل الى يد المحتاج تصل الى يد الله سبحانه وتعالى. نداءك سيدي الفاضل محمد. والله انا النداء تاعي راح نقسمه لشقين. الشق الاول راح يعني ندعو، يعني الحمد لله احنا نعرفوا انه ولايه قسنطينه قلنا ولايه العلم، ولايه التراث، ولايه التاريخ، يعني تاريخها كبير. ندعو مراكز التاهيل الرياضي اول شيء، ندعو كذلك المراكز تاع الاشعه والمخابر تاع الدم. هذا وليدنا، هذا كل واحد فينا يشوف بلي هذا وليده، هو هذا وليدك انت اللي عندك مركز، اللي عندك مصحه، هذا وليدك تخليه في هذه الحاله؟ ابدا. احنا الجزائريين كما تكلمنا في بدايه الحصه، احنا لما ولدنا ويعني بالفطره فينا الخير، فكل واحد فينا فيه الخير، ان شاء الله يدير الخير، وان شاء الله يا ربي هذا اسكندر ان شاء الله ربي يشافيه، ربي يعافيه ان شاء الله، ويرد له صحته ويرد الابتسامه لهذه العائله اللي الظروف يعني اللي خلاتها توصل يعني ما هي فيه الان. النداء الثاني هو الاخواننا واخواتنا في ولايه قسنطينه بالضبط، وفي حمام ابو زيان يعني خصوصا، وللمجتمع الجزائري عموما كذلك. الدواء هذا يعني 17000 دينار جزائري في الشهر، لو كان نقسموها فقط يعني دينار لكل واحد، ماشي. والجبال من اين الجبال؟ من مخدومه؟ من مصنوعه؟ من حصى. تعرفوا القصه تاع الحصى هذيك اللي كانت في سد، فهذيك الحصى تتكلم مع نفسها، قالت انا حصى صغيره، واش شكلت جبل؟ واش داني انا في سد كيما هذا كبير؟ فلما خرجت هذيك الحصى من هذاك السد، راب هذاك السد. كذلك احنا بالعكس، احنا ان شاء الله دينار من جيبي ودينار من جيبك ودينار من جيب هذا، نردوا الابتسامه لهذا الطفل، ونساهم، نكونوا مساهمين، كلنا مساهمين في يعني في علاجه، وكمؤسسات يعني كجمعيات كاعلام كناس تاع الخير ان شاء الله. كما تبدينا في الحلقه قلنا انه كلنا حلقات نتاع خير، كلنا يعني الخير هذا سلسله، كل واحدة تتبع اختها. كذلك ان شاء الله خاوتنا، انا متاكد انه خاوتنا في ولايه قسنطينه راح يكونوا راح يديروا اللي عليهم، وربي يشافيه ان شاء الله. شكرا جزيلا لك محمد. ان شاء الله ان شاء الله الشيء يعود يرقد اسكندر باذن الله. نتمنى الشيء يعود يرقد. هذا الم اسكندر، هذه يعني شوف الكلمه هذه، حب وليدها يرقد، هذا مش حب وليدها، يعني حب وليدها يقول لي يرقد كيما الاطفال جميعا. فان شاء الله يا ربي ربي يشافيه وربي يعافيه ان شاء الله. ان شاء الله كلنا ثقه في الشعب الجزائري. الرسول عليه الصلاه والسلام قال لصديقه الصحابي ابو بكر الصديق: لا تحزن ان الله معنا. والله اكيد سبحانه وتعالى معنا جميعا، ومع اسكندر ومع عائله اسكندر وكل محتاج. رقم شفناه اسفل الشاشه، رقم اسكندر، ان شاء الله نساعدوه ونساعدوا كل محتاج، لانه أكيد نقدروا عليها. لو كان أنه كلنا، أنا وحدي ما نقدرش،
وانت وحدك ما تقدرش. صح. لكن لما كلنا نجتمع ونشد الهمة كجزائريين حرين إن شاء الله نقدروا أنه نوقفوا ألم هذه العائلة إن شاء الله وألم عائلات أخرى بإذن الله سبحانه وتعالى. نذكركم أيضا برقم حصة دير الخير، مدى بيتبعتوا لي رسالة نصية SMS ميساج على الرقم أسفل الشاشة 05 61 32 32 45. الرسالة تكون متكونة من الولاية اللي راكم تقاطنين فيها. علاش الولاية؟ باش نبعث لكم مراسل لهذيك الولاية، الاسم واللقب أيضا والاحتياج ديالكم. لازم يكون الاحتياج يعني طارئ ومستعجل، مش مشاكل عائلية أو شيء من هذا القبيل، لكن أشياء مستعجلة جدا باش نقدروا نوصلوها للشعب الجزائري كافة إن شاء الله. وأيضا الرقم الهاتف ديالكم. عندنا أيضا الفيسبوك اللي راكم تشوفوا فيها أسفل الشاشة، صفحة دير الخير على الفيسبوك، وأيضا الإيميل. ننتظر منكم رسائل. عندنا أيضا نداء، تصل بينا طفل صغير بونمري آدم. بونمري آدم الوالد تاعو أو الأم تاعو اتصلوا بنا باش يقولونا أنه ندعيو بالشفاء العاجل، أنه رايح يدير عملية جراحية، دار عملية جراحية للقلب. فالأهل تاعو حبوا يوصلوا رسالة بسيطة، ادعوا له أنه ربي يقوموا بالسلامة إن شاء الله. بونمري آدم بإذن الله، الله يشفيه بإذن الله سبحانه وتعالى، ويشفي كل أمة محمد عليه الصلاة والسلام. كلمة أخيرة سيدي الفاضل. والله في هذه الكلمة يعني احنا أول شيء نشكر القناة على هذا الخير اللي راي تقدم فيه، لأنه هذه الحصة حصة تاع خير ان شاء الله، ويكون الثواب والاجر تاعها ليك انت والجميع، يعني الستاف تاع الحصه هذه، الفريق كامل، فريق العمل راح يعني كما هذاك المحسن اللي قدم دراهم، هذا اللي راه في الكاميرا والمخرج وكذا والصوت، وكلهم ان شاء الله يكونوا ساهموا في هذا الخير. ربي يجعلها ان شاء الله في ميزان حسناتكم. احنا في احنا كذلك نجدد لكم شكرنا على استضافتنا، وان شاء الله نكون معكم في هذه الحصه، حصه تاع الخير. نقول لاخواننا اللي جازوا علينا، عائله اسكندر وعائله اخونا محمد، ان شاء الله ربي يشافيكم، ان شاء الله ان شاء الله يا ربي ما تخرجوش من هذا، يعني بعد ما يشوفوا المشاهدين هذه الحصه ان شاء الله تعاود ترجع لكم البسمه، وربنا ان شاء الله يشافي كل واحد مر من هذه البرنامج، وبارك الله فيكم مره اخرى. شكرا مره اخرى لتلبيتك النداء، شكرا لكم، وان شاء الله على امل خير نلتقي وان شاء الله باذن الله يا رب. انا قبل ما نختم الحصه نترككم على قصه فرعون. فرعون الذي طغى وهو يغرق كان ينادي 70 مرة اغثني يا موسى عليه السلام. الله سبحانه وتعالى اوحى لسيدنا موسى وقال له لو انه فرعون نادى ولو مرة واحدة وقال أغثني يا الله كان أغاثه. يعني سبحان الله، شوفوا رحمة الله سبحانه وتعالى على شخص قال أنا ربكم الأعلى، فما بالك الذي سجد وقال سبحان ربي الأعلى. فإن شاء الله على أمل نخليكم، ولكن أيضا لازم نشكر أنا أيضا طاقم حصة دير الخير، الطاقم اللي دايما معنا حاضر، من المخرج رزقي إلى سكريبت إيمان إلى أخصائية التجميل أسماء، أيضا تقنيي الصوت، تقنيي الصوت مالك، تقنيي الإضاءة أيضا محمد باخ، والمصورين معنا المصور طارق جيت، رابح شملول، رابح شنيور، يعني كل المصورين. أيضا نشكر عمي إسماعيل، أيضا بو رحلة، محمد هابت أكيد، وسيد محمد حناش، حناشي هابت عفوا، كل طاقم حصة دير الخير، وأيضا كل طاقم الحياة الجزائرية. أيضا نشكر الجميع، وخاتمتها مسك.
الشكر الجزيل لزهرة الخليج التي تلبسني في كل حصة إن شاء الله وتضع لمستها في دير الخير. نترككم على رحمة الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فرحت والليل انتار وليلك والنهار مهما حكيت.